بدأت وفود الحجاج منذ فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك في أداء نسك رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، فبعد أن أدوا الركن الأعظم من الحج وقضوا ليلتهم في مشعر مزدلفة لجمع الحصى مقتدين بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، توجهوا إلى منى لرمي جمرة العقبة ثم ذبح الشاة أو الاكتفاء بشراء قسيمة الأضاحي ثم الحلق أو التقصير والتحلل الأول من الإحرام، ويقوم بعدها الحجاج بالتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة. السفر يعني راهو شاق، يعني راهو متعب، ولكن الحمد لله الإنسان في طاعة ربي سبحانه والآخر لازم الجهاد، الإنسان يجاهد. والحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر لهذا النعمة التي أنعمنا بها الله سبحانه وتعالى. الحق في المطار nous ont très bien reçu. و très bien reçu. Un accueil, des cadeaux. ولم يفوت حجاج بيت الله الفرصة في أخذ صور تذكارية وسيلفي أمام مبنى الجمرات، حيث يعتبر رمي الجمار تذكيرا بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل في هذه الأماكن. الحاج علاء الساعدي من العراق بلد الأنبياء والأئمة، منتظرين الهدي ومن ثم الحلاقة ولإكمال الطواف والسعي بإذن الله للجزائر. نتمنى أن يوفق شعب الجزائر بحق محمد وآل محمد والأمن والسلام لكل بلدان المسلمين. كما دعا الحجاج الجزائريون للأهل والبلد بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لكم الصحة والستر، والله يهنيكم، ونطلبوا كاع لكم الهنا لتزايروا لكم إن شاء الله ولوليداتنا وفاميلتنا كاع بالكبير بالصغير. يا ربي ترجع بلادنا كما كانت يا ربي، ان شاء الله كل يوم ندعو للجزائر يا ربي، ادعينا في عرفات وخاصه عند نزول الامطار، لانه دعاء مستجاب. يا الله يا الله يا الله يا ربي تقبل منا يا ربي، عجل وحج المبرور ان شاء الله وذنب المغفور. تحيا بلادنا ان شاء الله، وان شاء الله يحيي بلادنا وصحة عيدنا كم وعيد ولادنا وعيد بلادنا ان شاء الله. الاولادنا ان شاء الله يربحوا ويستعدوا معك، اش رايك سيدي اللي شاوينا وراها ان شاء الله. الله تعالى اللي وصلني لهنا، ونشكر الجزائر، والله ان شاء الله يا ربي يعمل حجي مبرور وذنبي مغفور وسعي مشكور، ونتمنى الشعب الجزائري كاع يوصل ليها. حط الرحمه لبلاد المؤمنين كامل، واصلح شباب المسلمين وبنات المسلمين، يهدوا الى طريق المستقيم. نتمنى كل جزائري ان شاء الله يعني عيد سعيد، ونشكر كل الجزائريين، ونتمنى ان شاء الله البلاد ان شاء الله باذن الله. أجواء إيمانية روحانية يعيشها الحجاج خلال هذه الأيام وسط خدمات متكاملة تحيطهم من كل جانب يسهر عليها أبناء بلاد الحرمين الشريفين.